ما ابو شيء يردك. كف البصر واستبصرت الهوايه لدى احمد العامر، الشاب الذي ولد كفيفا ولم ترى عينيه سوى السواد. بدا يمارس هوايته الطبخ متمكنا منها رغم صعوبتها احيانا على المبصرين. تقريبا لي 10 سنوات اطبخ، ما صرت اطبخ كذا الا من بعد تجارب اكثر من تجربه. عيسى الزهراني معلم عوق بصري باداره تعليم الباحه، حصلت على بكالوريوس في كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه من جامعه ام الفرج مكه، وايضا ناشط اجتماعي فيما يتعلق يعني امور المكفوفين وتقنياتها. طبعا انا الحمد لله احفظ 8 أجزاء من القران الكريم، فهذا الشيء ما حد من العزيمه والاصرار والاراده، لان اصلا العمى يعني ما اعتبره لا تزداد بالخيرات. يا ابن ادم لا تشح بمالك اكثر. وجوري طبعا ما شفتوا ما شاء الله تبارك الله عليهم، شوف ما شاء الله تبارك الله على المكفوفين، ما شاء الله تبارك الله يستر عليهم. يقولون ما نعتبره إعاقة، لأن هذا من قوة طموحهم ومن قوة إصرارهم، وما شاء الله تبارك الله بعضهم واصل إلى مناصب. فالأعمى بعض الأحيان ما يعتبر إعاقة، لأن البصيرة هي في